نلتقي في هذه الطاولة المستديرة الخامسة حول موضوع 100 سنة على التعايش معا لأقليات لبنان والشرق إخفاقات ونجاحات. سيحدثنا في هذه الحلقة 4 محاورين. سنبدأ مع الدكتور بطرس لبكي. الدكتور بطرس لبكي سيحدثنا عن اجتثاث وتجذر موضع غداة الحروب في لبنان من السنة 1975 حتى سنة 1990 وتأثيرها على العيش المشترك. الدكتور بطرس لبكي هو مهندس واقتصادي ومؤرخ وأستاذ اقتصاد وتاريخ في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف والجامعة الأمريكية، مدير مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، مدير أبحاث في جامعة القديس يوسف، نائب رئيس مجلس إنماء والإعمار، رئيس المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهلاً وسهلاً بك دكتور بطرس لبكي، فلكم الكلام، تفضل. شكراً حضرة الأب الرئيس توني عيد، رئيس الجلسة، يعني رئيس هلا. أنا رح أخذ فترة الحرب المتعدد الجنسيات، يعني 75 90، وأوصف قدر الإمكان التغيرات القسرية لتموضع الجغرافي للطوائف خلال الفترة. رح أخذ فترة الحرب 75-90 مع محاولة وصف تغير التموضع الجغرافي للطوائف أثناء الحرب ونتيجتها على النسيج الاجتماعي اللبناني نتيجة التغيرات. قبل الحرب كان لبنان مختلط جغرافيا طائفيا اكثر من هلا، طبعا كلنا بنعرفها الشغله هذه. وزاد الاختلاط الهجرات اللي صارت بالتاسع عشر لمنتصف العشرين، الهجرات من الارياف للمدن، الناس نزلوا من الجبال من البقاع من الجنوب من الشمال على المدن. كان عندنا اختلاط كبير، مثلا مدينه مثل طرابلس كان ربع سكانها على سجلات مسيحية وأربعين بالمئة على الأرض مسيحيين، هلأ ما في 5%. صيدا كانوا شيء 10-15%، هلأ في 1% بركي. مناطق مثلا تناخد عنا بالمتن كان في شيء 250,000 مسلم، هلأ ما في 100,000. فينا نعطي أمثلة عديدة من النوع هذا. نفس الشيء بالبقاع الشمالي ببعض أقسام القليلة بالجنوب وبالشمال. هلأ هالحرب اللي هي حرب متعدد الجنسيات من وجه من وجهاتها، بس كانت كمان حرب صراع على سلطة بين الطوائف و محاولة منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر على لبنان مشان تقوي موقعها بالصراع العربي الإسرائيلي ولعله تأخذ موقعها تأخذ لبنان كوطن بديل. هلا رح أبلش ما أعطيكم فكرة عن التغيرات بواقع الطوائف منطقة بمنطقة. رح أبلش بموضوع بيروت الكبرى. بيروت الكبرى كانت منطقة مختلطة ومنطقة فيها هجرة من وقتها من الأرياف. المدينة بحد ذاتها كانوا 63% من أهليها مولودين فيها. ضواحي بيروت 44.3% مولودين فيها، معناتها فيها كان فيها كتير هجرة من الأرياف وكميات قليلة من البلاد العربية ومن الخارج،
وبيروت كبرى كان كل 54% من أهاليها مولودين فيها و28 من مناطق أخرى لبنان و10 بلاد عربية يعني فلسطينية وسورية و8 من الخارج. هذه كانت التركيبة. هلأ أول عمليات تهجير صارت ببيروت الكبرى هي ما يسمى بحرب السنتين 75-76. عنا رح أقسمها على تهجير بالمناطق مثل ما سميت آنذاك شرقية وغربية. إذا أخذ منطقة شرقية عنا بهالسنتين تهجير 120,000 مسلم شيعي وسني مقيمين بالشرقية راحوا سواء منطقة غربية ومناطق أخرى بلبنان، و 5,000 درزي كمان بالمنطقة الشرقية خاصة بدواحي بيروت، و 20,000 مسيحي كانوا ما يسموا التقدميين أو اليساريين، لكن مع الأحزاب المتحالفين مع التجمع الإسلامي الفلسطيني التقدمي حوالي 20,000 كمان تهجروا. بالإجمال عنا 135,000 شخص تهجروا من المنطقة الشرقية منهم 110,000 مسلم. المنطقة الغربية عنا 40,000 تهجروا من الضاحية الجنوبية حات حراك برج البراجنة إلى آخره اللي كانت تسمى بالزمانات ساحل النصارى، وعنا 35,000 من بيروت الغربية بروبر يعني مدينة ذاتها. هيدي أول سنتين بالحرب. إذا بدنا ناخذ بعدين شو صار بعدين؟ في عنا أول موجة أول سنتين، وتاني موجة بعد الـ 84-85، يعني بعد ما طلعوا الفلسطينيين من بيروت الغربية وسيطروا الميليشيات الشيعية والدرزية شوي لآخره وفات الجيش السوري، صار موجات من التهجير أو من الهجرة إلى بيروت الغربية، هجرة أكثر الشيعة ومن نزوح المسيحيين منها إلى مناطق أخرى. رح أعطي بعض الأرقام الإجمالية لـ 86-87 اللي هي آخر فترات التهجير. بعد 86-87 ما صارش فيه تهجير، يعني التهوا الطوائف بعضهم إن كانوا مسيحيين أو المسلمين، ما عادوا فاضيين يهجروا غيرهم. إذن عنا 300,000 مسيحي تهجروا بين 75-86 من بيروت الكبرى، رقم كبير. منهم 165,000 تهجروا من بيروت من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية، ومقابلهم عنا 135,000 مسلم سنة شيعة درزي إلى آخره ومسيحيين متحالفين مع التحالف الإسلامي المسيحي شو اسمه الإسلام التقدمي إلى آخره. 135,000 مجموع اللي تهجروا 465,000، مجموع اللي فاتوا على بيروت الغربية قلت لكم إجا هجرات من المناطق الريفية يعني 465,000، ومجموع المغادرين تركوا بيروت الكبرى 165,000. دونك عندنا رصيد 330,000، يعني زاد عدد السكان بيروت الكبرى 330,000. هيدي عفوا بالبيروت الشرقية. هلا بالنسبة للمنطقة الغربية اجاها 130,000 من السكان الشيعة اللي اجوا من الجنوب والبقاع. الجنوب أكثر شيء بسبب الاحتلال الإسرائيلي والصراعات بيناتهم، وإجا مسيحيين من الجبل 35,000 اللي كانوا متحالفين مع الأحزاب اليسارية أنتر كيمية، وإجا مسلمين شيعة
من بيروت الكبرى بعد الاحتلال الإسرائيلي سنة 82 وبعد الاشتباكات بين الميليشيات المتخاصمة بيروت الغربية. راحوا صوب الجنوب جنوب والبقاع والشوف. عندنا 115,000 شخص دروز مسلمين تهجروا من الشرقية الغربية. عم بعطيكم كل فترة الحرب يعني 75 ل 86 عملية ل 90 لأنه بعدين بتلاقيكم التهوا بعض الشباب. عندنا شوية تهجير مسلمين من إقليم الخروب بين 82 و 85 15,000 وعندنا 165,000 مسيحي غادروا المنطقة الغربية باتجاه الشرقية خلال الحرب 15 سنة. أنا منهم. مجموع الوافدين 295,000، مجموع المغادرين 225,000، الرصيد 70,000، يعني زاد كمان عدد السكان بالغربية. هلا هيدي أول بلوك تهجير بيروت الكبرى. ثاني بلوك تهجير مهم جبل لبنان. إذا ناخذ التهجير الكبير اللي صار هو بجبل لبنان الجنوبي، يعني أقضية بعبدة علي والشوف. بالخمس يعني قبيل الحرب 75 آخر إحصاءات عنا هون المنطقة كان فيها 520,000 مسجل، منهم 304,000 مسيحي يعني تقريبا 60%، 160,000 درزي، 7,000 سنة و 8,000 شيعي. يعني كانت منطقة ذات أكثرية إسلامية مع أقليات كبرى درزية وسنية وأقلية صغيرة شيعية. شو صار بهالمنطقة؟ بلش تهجير تدريجي للمسيحيين منها. أهم شيء بالثلاثة وثمانين، بس إذا بدنا نقسمهم على السنوات، بالأول كان خفيف 75.1% تهجر، 76.7%، 77.3%، 78.08%، 79.09%، كان خفيف 80.2.8، 81.09 خفيف. بالاثنين وثمانين بلشت حرب الجبهة 13%، القمة 83.55%. يعني حرب الجبل وتوابعها عندنا 68% ومع حرب الإقليم 85-74%. هذه الكتلة الكبيرة اللي تهجرت. أكثر راحوا بالمنطقة على ضواحي الشرقية لبيروت وعلى منطقة جنوبية شرقية فرج الباك عن الرماني والآخرية. كتلة كبيرة ببرج حمودي الأكبر، برج حمود والنبعة والآخرية. هذا كان أهم كمية مهجرين بالحرب، واللي هي طبعت هي وبيروت أكثر شيء طبعوا التغيير، التفكك المجتمعي، التفكك العيش المشترك بين الطوائف أكثر شيء بهالمنطقتين. يعني إذا بناخذ الشمال، بالشمال عندنا تهجير بأول الحرب، حرب السنتين، من طرابلس مسيحيين، ومن قرى بالكورة والبترون مسلمين، ومن بعض القرى عكار مسيحيين. وبآخر أو آخر الفترة هذه يعني بعد ال 83-84 بس توحيد سيطر على طرابلس وصوليين، في عنا تهجير مسيحيين من مدينة طرابلس. بالأول كان تهجير موارنة بال 75-76، بعدين صار تهجير لكل المسيحيين. بالبقاع عنا تهجير كان أكثر شيء بفترتين، بال 75-76 بالبقاع الأوسط، وبآخر الفترة بدنا نقول من 80 وطالع كان كمان بالبقاع الشمالي.
صار تهجير للمسيحيين من هالمناطق هيدي. كلكم تتذكروا القاع ودير الأحمر وغيره. بس كمان في عنا ظاهرة تانية تلفت النظر، هي التهجير المؤقت، يعني ناس كانوا يتهجروا ويرجعوا لمناطق تانية. 75-76 يعني شيء 450,000 مهاجر مؤقت بالشمال، بيروت، بالباع، وجبل، وين ما كان، وجنوب. بال78 بس صارت الحرب 100 يوم، عنا حول 150,000 مهاجر مؤقت لسكان، عفوا للهجوم الإسرائيلي بال78، 150,000 من الجنوب اتجاه بيروت بالربيع، وبالصيف والخريف 150,000 كمان من بيروت الشرقية وضواحيها الشرقية وشمالية باتجاه كسروان وجبيل. يعني صار تهجيرين، واحد من الجنوب وواحد من بيروت الشرقية. بال81 نفس العملية بس من بيروت الشرقية، حرب زحلة 100,000 نحو كسروان وجبيل. بال82 200,000 من بيروت الغربية والجنوب اتجاه البقاع، طفشوا مع الاجتياح الإسرائيلي، ولبنان الشمالي والمنطقة الشرقية بيروت، في ناس اجوا على الشرقية، المنطقة الشرقية بشكل عام مش بس بيروت. بال84 عنا تهجير جماعي لسكان شرقي بيروت وضواحيها باتجاه كسروان بالشتاء، المعارك اللي صارت فيها. و 40,000 وعندنا 150,000 من المنطقة الغربية باتجاه البقاع وجنوب بسبب الصراعات اللي صارت ببيروت الغربية وقتها، ست شباط وتوابع. مدينة طرابلس ب83-85 يعني أيام التوحيد ذكرتها، عندنا حوالي 100,000 شخص تركوا طرابلس. بعدين بين 85-87 عندنا موجات تهجير من بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، كمان بسبب الصراعات بين الأحزاب، بين الشيعة، بين الأمل والاشتراكية أكثر شيء، وبقايا الميليشيات السنية. بال89 عندنا تهجير من بيروت الكبرى باتجاه صيدا ولبنان الجنوبي وإقليم الخروب. هيدي المعارك اللي صارت بين أمل وحزب الله اللي نحن ما منتبه لها، لأنه كنا ملهيين بغير معارك هوني. 500,000 شخص تهجروا باتجاه الإقليم وصيدا لبنان الجنوبي. وبال90 نفس الشيء على أخف شوية، هجرة سكان شرقي بيروت وضواحيها وبعد قرى كسروان باتجاه لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والمنطقة الغربية في بيروت بسبب الحرب اللي صارت بين القوات اللبنانية والجيش. هلأ إذا ما نعمل بيلان لهالعملية، منقول ونصنف المهجرين حسب ديانتهم بين 75-89، بيروت الكبرى عندنا 165,000 مهجر مسيحي و115,000 مهجر مسلم. جبل لبنان 240,000 هون كانت الكبيرة مهجر مسيحي و1000 مهجر مسلم. شمال 30,000 مهجر مسيحي و2000 مهجر مسلم. جنوب 125,000 مهجر مسيحي و40,000 مهجر مسلم. الاحتلال الإسرائيلي ومعارك بين الميليشيات الشيعية. بالبقاع 110,000 مهاجر مسيحي، ما فيش مهاجرين مسلمين. بالإجمال عندنا 670,000 مهاجر مسيحي و158,000 مهاجر مسلم. تغيرت تركيبة المقيمين كمان، ورح نشوف انعكاسها على تركيب الطائفة للمجتمع. بيروت الكبرى يعني من الدمور للضبية كانت تعد
46% من السكان بال 75 ما بتعدل ل 40% بال 85 خفوا سكان طيشروا برات المنطقه هيدي. جبل لبنان وباقي جبل لبنان كان فيه 15% من السكان ما بقي الا 7%. لبنان الشمالي كان 13 21 زادوا لان اجوا الناس من البلد الكبرى من الوسط. جنوب كان 12 و17 لنفس السبب. البقاع 10 15 كله يعني رجوع الى الاطراف. هذا شو بيشير؟ اولا الاختلاط بين الطوائف اللي كان موجود عمليا بكل المحافظات وبكل الأقضية وخاصة وسط جبل لبنان، بيروت شرقا وغربا وضواحيها كانت مختلطة بشكل كثيف. طرابلس مثل الكل كانوا 40% سكان مسيحيين. الشوف علي يعني جنوب جبل لبنان كمان كان جدا مختلط. عكا إلى حد ما وشمال البقاع. إذن الحرب والتهجير عملية فككت التواصل الجغرافي بين الطوائف هالاختلاط. يعني كان في مش بس محافظات مختلطة، أقضية مختلطة، قرى مختلطة، مجمع القرى. هالشي خف كتير و يعني معناتها النسيج الاجتماعي طيف أكثر، وهالشيء برز على كل الأصعدة. هذا عم بحكي على الأصعدة الجغرافية، برز على الصعيد السياسي، أحزاب الطوائف، جمعيات الطوائف، مؤسسات الطوائف، كل شيء صار عندنا تطييف أكثر للمجتمع. وبرز بالزعامات وين ما كان، ولأنه الديموغرافيا مش مستقلة عن المجتمع ككل. فأي تغيير بالمجتمع بينعكس على الديموغرافيا والعكس بالعكس. وشكراً.